السلام عليكم أصدقائي، غادي نهضر لكم على الرئيس فرنسا ماكرون خاص في المغرب، وغادي نهضروا ما هو الجديد على المبادرة ديال الحكم الذاتي ودعم خاص المشاريع خاص في الصحراء المغربية. غادي نكتشف لكم التفاصيل ونحلف لكم قدام الله وقسم بالكعبة تنقول لكم الحقيقة ونقول لكم اللي كان، ما نكذبش عليكم ابدا. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو مهم بزاف، وفي نفس الوقت باش نفهموا الناس ونفهموا الواقع. حنا الهدف ديالنا هو كنديروا الميزان، كنكتشفوا الحقيقه، وشي حاجه اللي كذوب ما لا فائده لا شي حاجه كنكتشفوها. المهم عندنا هو نكتشفوا لكم زياره ديال الرئيس فرنسا ماكرون المغرب. اللهم بارك. زيارة تاريخية، وهذه الزيارة أفضل زيارة ديال رئيس فرنسا في المغرب. كون شفتوا الأعداد ديال الوطن بعد زيارة ماكرون المغرب، الريبات ماكرون في البرلمان، في القبة ديال البرلمان، وزيد 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 شي حوايج زوينين اللي حطوا واحد الشرف كبير المغرب. كما قال ماكرون، قال لك احنا بحال بحال مختلفين الا في كرة القدم. انا بداو ليكم على بركة الله. اذا ماكرون جا للمغرب، دعم المبادرة ديال الحكم الذاتي، اعتراف الرئيس ماكرون سيادة المغرب على صحرائه. هذا هو المهم بزاف. وفي نفس الوقت اش غادي نقول لكم، زيارة تاريخية، الاعداد ديال الوطن باي باي، السلام عليكم. الجزائر باي باي، جمهورية ديال صندلستان باي باي، الأمور حسمت. باش نكون واقعيين، ديجا درت لكم واحد الفيديو بعد القرار ديال مجلس الأمن ديال الأمم المتحدة، قلت لكم بأنه اعتراف ودعم المبادرة ديال الحكم الذاتي فرنسا وإسبانيا، الملف تحسب أخيرا، الملف ديال القضية ديال المبادرة ديال الحكم الذاتي تحسب. باش نكونوا واقعيين، اذا الف 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 مبروك للمغاربه كاملين، الف الف مبروك اللي كيدعم هذه القضيه ديال المبادره ديال الحكم الذاتي. اذا ماكرون الرئيس ديال فرنسا داعم المبادره الحكم الذاتي خاصه الصحراويين محتاسين في المخيمات تينجو، ودعم السياده المغرب على اقاليم جنوبيه والصحراء المغربيه الى الابد الى الابد. سيادة المغرب على صحرائه الى الابد. الامور انتهت، الملف تحسم، اخيرا الامور حسمت، اخيرا قضينا على الاعداء، اخيرا انتصرنا على الاعداء، اخيرا وصلنا العالمية. انا كنفتخر انني مغربي. واو 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 واو، تشوف فرنسا، واش عارفين شنو هي فرنسا؟ واش عارفين شنو هي الدولة ديال فرنسا؟ فرنسا راه بحال أمريكا، فرنسا بحال إسرائيل، أقوى الدول. واش عارفين شنو عندهم؟ واش عارفين شنو عند فرنسا؟ الأنواع ديال السلاح اللي عندهم راه بحال واش كاين نهائيا في إفريقيا، كامل الدول الإفريقية ما كيملكوا حتى قد هكا ديال السلاح اللي عند فرنسا. أشنو قال ماكرون؟ قال بأنه حنا غادي ندعموا المبادرة ديال الحكم الذاتي، وندعموا السيادة المغرب على صحرائه، وفي نفس الوقت أي واحد ربما ضد المغرب قادرين نقضيو عليه. السلام عليكم. إذا بعض الناس غيقولوا لمن هاد التهديد ديال ماكرون؟ لمن؟ ربما الجزائر. شكون العدو ديالنا؟ الجزائر، وجمهورية وهمية. إذا باش نوضح لكم هاد الزيارة ديال ماكرون، إذا في نفس الوقت المناير تبارك الله والمشاريع غادي يكونوا في الاقاليم الجنوبيه. تخيلوا دابا الصحراء المغربيه غادي تولي افضل، الصحراء المغربيه غادي تولي فيها الخدمه ديال بصح، يولوا فيها الشركات اجنبيات، الشركات اجنبيات غادي يكونوا في الاقاليم الجنوبيه وغادي يكونوا في الصحراء المغربيه، وانتصار الدبلوماسي ديال المغرب وفرنسا كتدعم المغرب، غيكونوا المشاريع، المبادرة ديال المشاريع.
اذا باش نوضحوا لبعض الناس، دابا الشركات اللي غادي يكونوا خاص في الاقاليم الجنوبيه في الصحراء المغربيه ديال من؟ ديال فرنسا. اذا المصالح ديال فرنسا خاص في الصحراء المغربيه، واش لقيتو؟ يا الله قول الاعداد ديال الوتر يقيسوا المشاريع ديال فرنسا في الصحراء المغربيه اش يوقع اليوم. اذا فرنسا غادي تضاف على المصالح ديالها، ربما الشركات ديالها اللي غادي يكونوا في الصحراء المغربيه. اذا حاليا ولا حد قادر يقرب لينا خاص في الصحراء المغربيه، ولا احد قادر يوصل الصحراء المغربيه. ربما الاعداء ديال الوطن، ربما معانا فرنسا، معانا اسرائيل، معانا امريكا، معانا الدول الخليج، معانا العالم كله. انا قلت لكم انا كنفتخر بانه انا مغربي، الحمد لله والشكر لله ملي اكتشفنا هاد العالميه ديال المغرب. اذا اش غادي نقول لكم؟ بعض الناس غادي يقولوا واش الملف ديال الصحراء المغربيه تحسب؟ ما عليهم تحسب، جوج دولتين. اذا اسبانيا سابق مستعمر قبل 75 المسيره الخضراء، زائد فرنسا، راكم عارفين شكون هي فرنسا، شكون هي فرنسا، كين كانت فرنسا. وفرنسا راكم عارفين كيعرفوا المغرب بزاف، وفرنسا واحد الدوله مجهده، راكم عارفين، شوفوا التاريخ ديال فرنسا باش نكونوا واقعيين. اذا الملف تحسب، اذا واحد الثقه باش نكونوا واضحين. اذا دعم المبادره ديال الحكم الذاتي اسبانيا وفرنسا غيحطي واحد النجاح كبير خاص في الاتحاد الاوروبي، المجلس الامن خاص في الامم المتحده، يحطي واحد الثقه رائعه جدا. اذا كما قلنا فرنسا تقدم هذه المبادره للامم المتحده، كذلك اسرائيل حتى هي غادي تقدم ديك المبادره، دعمها المبادره ديال الحكم الذاتي واعتراف واعتراف الوزير ديالهم بالصحراء المغربيه. اذا هذا الشيء حسم. باش حسم؟ دابا يقدر جمهوريه وهميه غادي تجي تناقش هذا القرار ديال الصحراء المغربيه خاص المجلس الامن، يقول لك صافي صافي سالينا سيدي، سالينا صافي، الملف تحسب، صافي راه فكينا المشكله الشريف. الجزائر، حتى الجزائر فكينا المشكله اخويا، صافي حلينا المشكل، صافي الملف تحسب. جمهوريه وهميه غادي تتعاملوا معها بهذه الطريقه. اذا الامور حسمت، الامور انتهت، اذا الامور كلها انتهت، الامور كلها في صالح المغرب. باش نكون واضح، ما هو السر النجاح؟ بعض الناس يقولوا ملكنا محمد السادس الله ينصرو، معلوم جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو دار واحد المجهود كبير تحسم هذا الملف ديال الصحراء المغربيه. الصحراء المغربيه وستبقى مغربيه الى الابد. عادي جا درت لكم واحد الفيديو قلت لكم بانه ملي نشوفوا فرنسا اعترفت بالصحراء المغربيه ودعمها المبادره ديال الحكم الذاتي، الملف حسم، صافي. اللي بغى اللي ما بغاش يمشي يشرب البحر. السلام عليكم، يمشي يشرب البحر. اذا الحمد لله والشكر لله بهذا النجاح وهذه الانتصارات الدبلوماسيه ديال المغرب. اذا باش تعرفوا، سبحان الله، فرنسا في الماضي كانت مع الجزائر، فرنسا 2024 مع المغرب، سبحان الله. علاش فرنسا كانت مع الجزائر وجات للمغرب؟ حيت الجزائر ما عندهم والو، حيت حنا افضل. المغرب كلشي بغاه، المغرب كلشي بغاه، العالم كله، حنا راه عندنا القبول، عبد الله ربي حضر واحد القبول، كلشي بغانا، الحمد لله والشكر لله بهاد النعمه ديال سيدي ربي. الجزائر شكون بغاها؟ حتى شكون بغاها؟ حتى شي واحد ما بغاهاش. باش نكونوا واقعيين، اذا الامور حسمت. دابا اخر اخبار بانه خاصة الصحراويين المحتجزين عندهم الحكم الذاتي، باغي الحكم الذاتي اي لحظه يدخلوا ارض الوطن بالحكم الذاتي. بالنسبه للاعداء ديال الوطن الامور انتهت، ازاله الاعداء ديال الوطن في القضيه ديال الصحراء المغربيه، ازاله، الامور انتهت.
انتصار الدبلوماسي المغرب من جديد. اذا المغرب انتصر من جديد باش نكونوا واقعيين. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا الزياره كانت رائعه جدا، حطت واحد دبلوماسي انتصار المغرب، خصوصا شفنا جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، الله يطول لنا في عمره، الله يشافيه. شفنا مع الرئيس ديال فرنسا ماكرون وغادروا خاص في العاصمه ديال المغرب الرباط، اللهم بارك. شوفوا الرباط العاصمه ديال المغرب كي دايره، شوفوا تبارك الله، شوفوا العاصمه ديال المغرب ماشي العاصمه ديال الجزائر. شوفوا المغرب، المغرب رواسيكم على الله. اذا هذه الزياره حطت واحد الانتصار دبلوماسي، وفي نفس الوقت فرنسا غادي دير المشاريع ديالها خاص في الصحراء المغربيه. اذا الخدمه غادي تكون على الجهد في الصحراء المغربيه، مستقبلا غادي تكون الخدمه على الجهد في الصحراء المغربيه. يا الله اش بغيتو باقي؟ اللي بغى يخدم يمشي للعيون، يمشي للداخله، هاد المناطق كلهم غادي يكونوا فيه شركات اجنبيات خاص، وغيديروا المشاريع ديالهم، وفي نفس الوقت غادي يدافعوا على المصالح ديالهم، ويدافعوا على الشركات ديالهم. اي اعداء ديال الوطن جاي يناقش، ربما على حسب الصحراء المغربيه غتلقى الدول كلهم غادي يوقفوا في جنبنا. ربما الاعداء ديال الوطن تخليهم راسهم ولا شي حاجه، يلقاو بانه فرنسا في جنبنا، اسبانيا في جنبنا، اسرائيل في جنبنا، الامم المتحده في جنبنا، امريكا في جنبنا، اوروبا كلها في جنبنا، الدول الخليج كلهم في جنبنا، العالم كله في جنبنا. ايوا الجمهورية الوهمية انت. لا الجمهورية الوهمية، وما هو كاين والو، وما هو كاين والو. ويطيركم يا الله، ويطيركم يا الله، يطيركم يا الله، وما هو كاين شي؟ نتوما مالكم؟ الله جمعوا باسكم يا الله، انكلتوا العيون والداخلة. وما هو كاين شي؟ نتوما مالكم؟ ما شفتوا ماكرون؟ ياك شفتوا ماكرون؟ وسنا والباينو؟ الله الأمور انتهت صافي. الله 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 تعدلوا شي، ما هو فيه نفع؟ ما تعدلوا، اشنو تعدلوا؟ تينجو في الشينا وتينجو في قالوا ارض مغربيه، وهي ارض مغربيه، وما ان احنا جالسين، اللهم احنا جالسين. الله قوموا جمعوا باسكم يا الله، انجزوا صحراء مغربيه. الله ضيعوا في الوقت، ضيعوا في الوقت، الناس راشطه، الناس والله الناس ناشطه واكلين شاربين، وحنا جالسين في تينجوف. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنى، ونتمنى ان شاء الله الصحراويين المحتزازين يخدموا عقلهم واحد شويه، حيت ما عندهمش العقل باش نكونوا واضحين. هما راه مسخت الوالدين، هادشي اللي كاين، مسخت الوالدين راه باينين هما، هادو لا يعقل. شوف العيون كي دايره والداخله، اللهم بارك، والداخله بحال دبي، العيون بحال نيويورك، وهما تشوفهم فين جالسين، المخيمات لا لا بيسينات لا فيلات لا الديور لا السبيطار لا التوسع لا مدارس لا والو. اش تسناو؟ نتسناو نزق ينزل من السماء، والله الله في الشهر نتسناو نزق ينزل من السماء، الله في الشهر نزق يهبط 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 في 2024 ولا 2025، كاع الى تعطل ينزل في 2030، ربما 2030 ينزل نزق، تعطل كاع نخلو جدادنا اولادنا النزاق ينزل في 2040. والله واخا تسناو حتى 1000 عام، صحراء مغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد. كاين الفرق كبير جدا، المبتدئ ومحترف، حنا راه محترفين، اللهم بارك. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، اذا الدعم ديالي خاص الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، والله ينصر ملكنا محمد السادس، وبغافو المغرب، انتصارات دبلوماسي على الاعداء ديال الوطن، وحنا كما قلنا القبول، الله احترى القبول، هذا هو الواقع، دائما ننتصر على الاعداء ديال الوطن، ونتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، تشوفوا بزاف من جديد. الذكرى ديال المسيره الخضراء، غادي نديروا فيديوهات في الذكرى ديال المسيره الخضراء ان شاء الله بحول الله، ونتمنى ان شاء الله نقدم لكم ما افضل ان شاء الله. اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. أكادير المغرب.